الله. وبعد قطعة طويلة من قبل الاختبارات تقريبا رجعنا لكم بتغريدة مشاهير، ما ادري كم بس انه تقريبا مشاهير. دائما ارجع اقول لكم انه ما في اي سبب للقطعة، بس المرة هذه عندي سبب جدا وجيه، اللي هو انه ابا اخذ استراحة، مو اخذ استراحة كده استاجر ذا، لا ابا استريح يعني كده اخذ نفس واروح اتمشى افلا. طيب قبل ما نبدا الفيديو في قناة في الديسكريبشن، اتمنى تروح تسوي له سبسكرايب وكذا وتزبطونا باشتراكات. دقيقة قبل ما نبدا اي شيء ثاني، هذا السناب شات حقي، سوي لي فولو هناك، صور الشاشة كذا، انزل سنابات بعض الحين كذا. فيلا نبدا. مين انت؟ خليني فيصل. يا فيصل فيصل. انت وش بك ما تجاوب؟ طيب يلا جاوب تستبي. خليني خليني. اي فيصل يا فيصل فيصل. انت وش بك ما تجاوب؟ خلاص جاوب ايش تبغى؟ خليني. مين انت؟ بترجي او بترجي ما ادري ايش اسمه. خلاص يعني يكفي 50 سنة، 50 سنة يكفي يعني، يكفي دلع صراحة، يكفي دلع يعني خلاص 50 سنة دلع، يكفي يكفي دلع. ليش كل الدلع هذا؟ يكفي دلع خلاص، يكفي دلع. دلع زي ما كنا نتدلع، بنتدلع لنا 40 سنة. يكفي الحكومة سوت 40-50 سنة وهي بتدلعنا، يكفي لها دلع يا جماعة الخير. سلاما سلاما راب يا سربرايز مذرفاكيز. على بالكم تتفلتوا وانا مسافر امريكا؟ رد زي وجهه، واللي غايب له شهر واللي غايب سنة، بس اذا حرد حرد عشان الفانز. يا سربرايز مذرفاكيز. على بالكم تتفلتوا وانا في امريكا وحسيبكم ها، وشوفوا اللي غاب شهر واللي غاب سنة وردودهم كلها زي وجههم، اذا حرد حرد عشان الفانز. طبعا معانا هنا اخر شخص، واحد اسمه خليل كوميدي. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. بس خلاص انا وصلنا نهاية الفيديو، ما ادري قصير ولا لا، بس انه بعد المقطع هذا باليوم الثاني حيكون في مقطع كمان مقلب على ما اظن، ايوه مقلب، فانتظروا وكذا وكل حاجة. وبس يعطيك العافية على المشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك اذا عجبك الفيديو. سي يو اجين.